بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم ابنائي بناتي طلاب وطالبات الثانوية العامة، كل عام وانتم بخير. معا نتواصل في شرح مادة التاريخ للثانوية العامة من خلال اذاعتكم المحبوبة الاذاعة التعليمية. والنهاردة درس جديد معانا في الفصل الثالث، هو اوضاع مصر تحت الاحتلال البريطاني. طبعا احنا في الحلقة الماضية عرفنا ان الثورة العربية فشلت، وكان من نتائج هزيمة عرابي في التل الكبير دخول الانجليز مصر واحتلال مصر، وتم القبض على احمد عرابي وتم نفيه هو وبعض الضباط من معاه، وكده اصبحت مصر تحت الاحتلال البريطاني. عايزين نعرف بقى ايه هي نتائج الاحتلال البريطاني لمصر. عندنا اوضاع سياسية واوضاع اقتصادية واوضاع التعليم والاوضاع الاجتماعية. لو جينا للاوضاع السياسية، اول نتيجة لاحتلال انجلترا لمصر ان مصر فقدت استقلالها. 2، تم حل الجيش المصري وتكوين جيش جديد تحت قيادة انجليزية. 3، قامت انجلترا بحكم مصر من خلال ما يسمى بالقانون الاساسي، حيث استعانت انجلترا بسفيرها في الاستانة عشان يحط خطوط تمشي بيها انجلترا في حكم مصر. اسمه ايه هذا الدستور او هذا القانون؟ اسمه القانون الاساسي. مين اللي وضعه؟ اللورد دافرين سفيرها في الاستانة. بنقدر نقول ان القانون الاساسي اسمه ايه؟ خطوط الادارة الانجليزية لحكم مصر. طيب بنجد ان لما نيجي نتكلم عن القانون الاساسي بنقول ان اللي وضعه اللورد دافرين. طب ما هي نصوصه؟ وخلي بالكم في فرق في المنهج ما بين القانون الاساسي 37 اللي وضعه محمد علي والقانون الاساسي 83 اللي وضعه اللورد دافرين لوضع خطوط الاداره والسياسه الانجليزيه في مصر. بينص على ايه؟ 1، جعل السلطه في مصر سلطتين، سلطه شرعيه يمثلها الخديوي توفيق، وسلطه فعليه يمثلها المعتمد البريطاني اللي بيمثل مين؟ انجلترا. تاني حاجة، ابقاء مصر تحت السيادة العثمانية حتى لا يغضب السلطان العثماني. ابقاء مصر تحت السيادة العثمانية حتى لا يغضب السلطان العثماني. 3، تطبيع مصر بالطابع الانجليزي اللي اسمها تطبيق سياسة النجرزة، كل شيء يبقى انجليزي الشكل. ايضا من ضمن هذه السياسات بنجد ان انجلترا عملت على ايه كمان؟ على الغاء المراقبة الثنائية، وهذا ادى الى غضب فرنسا، لان بعد كده ان انجلترا تنفرد بالوضع في مصر. قعدت انجلترا وفرنسا غضبانين من بعض حتى تم الصلح بينهما من خلال الوفاق الودي 1904. ايضا من ضمن ملامح القانون الاساسي في حكم مصر الغاء مجلس شورى النواب، وتعمل بداله مجالس تانية سورية اللي هي الجمعية العمومية ومجلس شورى القوانين ومجالس المديريات. أول معتمد بريطاني كان بيمثل إنجلترا في مصر اسمه اللورد كرومر، دي اسم تاني اسمه السير إيفرين بارنج. يبقى احنا كده خدنا أوضاع مصر السياسية تحت الاحتلال البريطاني. بعد كده هنتكلم عن أوضاع مصر الاقتصادية. عندنا ايه؟ عندنا الصناعة، عندنا الزراعة، وعندنا التجارة. نيجي أولا للزراعة. كيف كانت نظرة انجلترا للزراعة المصرية؟ منذ أن نزلت انجلترا مصر كان هدفها من الزراعة هو الاهتمام بيها. طب ليه؟ حتى يتم إهمال الصناعة. طب يعني هم بيهتموا بالزراعة حبا في المصير؟ لا، ده بيهتموا بيها عشان ياخدوا خيرات مصر. فبنجد أنهم اهتموا بالإنتاج الزراعي لتظل مصر سوقا لتسويق الإنتاج الأوروبي. طيب ما ملامح اهتمام انجلترا بالزراعة؟ 1، الاهتمام بتحسين الري والصرف، حيث قامت بإنشاء خزان أسوان وإصلاح القناطر الخيرية، وقامت بإنشاء عدة قناطر على النيل إسنا وديروت وزفت. أيضا اهتمت بزيادة الإنتاج الزراعي وزودت مساحة الأرض الزراعية. كمان اهتمت بإيه؟ اهتمت بزراعة المحاصيل الصيفية لإمداد إنجلترا بالمواد الخام، وللأسف دخل على حساب المحاصيل الشتوية. واجي اقول لك ما النتائج المترتبة على اعتماد واهتمام انجلترا بالمحاصيل الصيفية في مصر. يعتبر ده نكسة للزراعة في مصر، لان اي هزة في المحصول المزروع ده هيهز الاقتصاد المصري، وده خطر ان انا اعتمد على محصول واحد، لان انجلترا اهملت الحبوب وزراعة الحبوب اللي بيتمناها واللي بيعوزها معظم الشعب المصري.
ايضا هنجد ان انجلترا في مجال الزراعه اهتمت جدا باستثماراتها في مجال الزراعه من خلال انشاء البنوك والشركات المهتمه ببيع وشراء الاراضي. كده ازاي اهتمت انجلترا بالزراعه؟ طب عايزين نشوف يعني اهتمام انجلترا بالزراعه هل ليه تاثير على الاوضاع الاجتماعيه؟ اه ليه تاثير. ادى الى تعاظم دور ملاك الاراضي الزراعيه وازدياد شانهم لان الارض اصبحت ملكا لهم. نلاحظ حاجه، انجلترا اهتمت بالزراعه فاصبح احسن ناس يعني متميزين اقتصاديا هم الفلاحين، خاصة ملاك الأراضي ذات المساحات الكبيرة. نقدر نقول بما تفسر تعاظم دور الأعيان في عهد الاحتلال. هنقول بسبب اهتمام انجلترا بالزراعة وبسبب صدور قانون عمد اللي بيقول محدش يبقى عمدة إلا كان عنده 10 فدادين. ده معناه إن وظيفة العمودية هتكون في يد الأغنياء اللي عندهم أراضي زراعية. كمان ازدادت ملامح نفوذ الاعيان وتعاظم نفوذ الاعيان في عهد الاحتلال لان هم اصبحوا يشكلوا مجالس المديريات وبيشكلوا ايضا مجلس الشورى، النواب والحياه النيابيه بيمارسوها. يعني هم غير ان هم اغنياء، لا كمان بقى ليهم دور في السياسه. طيب بعد ما عرفنا اثر اهتمام انجلترا بالزراعه في طبقات المجتمع، عايزين نشوف اوضاع الصناعه في ظل الاحتلال. للاسف تدهورت الصناعه في ظل الاحتلال. ليه؟ واحد، لأن مصر كانت سوقا لتصفية الإنتاج الإنجليزي. اتنين، أن إنجلترا أهملت الصناعة المصرية، أهملتها ما دخلتش فيها أي تحديث. كمان أن الصناعة المصرية وضعت في صورة غير متكافئة مع الأجنبية بفضل إيه؟ للأسف من خلال الحكومة المصرية فرضت ضرائب باهظة على المصنوعات وعلى المواد الخام وعلى السكر، ومش بس كده يعني على الآلات. فبالتالي ازدادت أسعار السكر والمواد الخام والمواد المصنعة والآلات، طبعا مش قادر ينافس الإنتاج الأجنبي. أيضا من ملامح تدهور الصناعة هو إهمال التعليم الصناعي. مفيش تعليم صناعي للأسف، إهمال التعليم كان ليه دور في تدهور الصناعة. كمان اللورد كرومر بقى يفتخر بان المصريين يتمنوا المنتج الاجنبي اكتر من المنتج المصري، وازداد شأن الاعيان طبعا نفوذ. وهنجد ان اصحاب رؤوس الاموال من الاعيان المصريين رفضوا وضع اموالهم في الصناعه المصريه لانهم يعلمون ان الصناعه المصريه غير محميه. ايضا نفس الكلام بالنسبه للاجانب، ما رضوش يهتموا بالصناعه ويحطوا فلوسهم في الزراعه حتى لا تنافس الصناعه المصريه الصناعه الاجنبيه. يبقى الخلاصه أن الصناعة المصرية تدهورت في ظل الاحتلال البريطاني. طيب بعد ما عرفنا الصناعة وازاي تدهورت وازداد شأنها سوءا، بنجد أن التجارة أيضا كانت لصالح الأجانب. يبقى هنا ما النتائج المترتبة على الاحتلال البريطاني لمصر بالنسبة للتجارة. بنقول إن مع احتلال إنجلترا لمصر في الفترة اللي هي بعد 1882، ان انجلترا سيطرت على التجارة المصرية. بنجد ان نتيجة للقيود اللي فرضت على الانتاج المحلي ارتفع شأن التجار الاجانب اللي هم الانجليز طبعا. كمان هنجد في مجال التجارة ان كل رؤوس الاموال الموجودة كلها اتجهت الى انشاء الشركات والبنوك اللي هي بتعمل يعني بتحقق ارباح دائما، واللي هي بتسلف الفلاحين وبتبيع لهم الاراضي. اتجاه رؤوس الاموال الى شراء الاراضي وانشاء البنوك. ومن اشهر هذه البنوك البنك الاهلي الذي كان كارثه على الاقتصاد المصري لانه ربط العمله الانجليزيه بالعمله المصريه. يبقى اما انا اقول ما النتيجه المترتبه على فرض القيود على المنتج المحلي في فتره الاحتلال؟ ارتفاع شان التجار الايه؟ الاجانب. استمرت احوال التجاره متدهوره في ظل البنك الاهلي والبنوك الاجنبيه. ده هنجد حاجة كمان انتشرت، انتشار ظاهرة البيوع الجبرية، لأن الفلاحين عجزوا عن سداد القروض في مواعيدها. فكان الفلاح بيعمل إيه؟ عندما يعجز عن سداد أرضه فكانت البنوك بتحجر يعني سدد الديون اللي على الأرض. يبقى إذا عجز الفلاح عن سداد الديون اللي على الأرض كانت البنوك أو أصحاب الديون او المرابين يقومون بفرض سيطرتهم على الاراضي وفاء للدين،
فسميناها البيوع الجبرية الوفائية نظير سداد الدين. طيب بعد كده نتكلم عن حاجة مهمة وهي التعليم. ماذا كانت أحوال التعليم؟ ساءت أحوال التعليم في عهد الاحتلال. ليه؟ تدهورت. يلا نشوف تدهورت ليه. بسبب: واحد، أصبح التعليم بالأموال ولم يكن بالمجان مثلما كان. كمان أصبح هدف التعليم، يعني أصبح هدفه تخريج موظفين لخدمة الدولة وليس علماء أو مفكرين. كمان مستشار إنجلترا اللي هو خاص بالتعليم اللي اسمه دالوب، بنجد إن هو أمات روح الفكر والإبداع عند المصريين من خلال القوانين التي وضعها، مما أدى لانتشار التخلف والجمود عند المصريين. ده بالنسبة للأحوال التعليمية. وارتفعت نسبة الأمية بين البنين إلى 92% وبين البنات 97%. فبنقدر نقول إن في عهد الاحتلال ساءت أحوال البلاد اقتصاديًا، وساءت أحوال البلاد تعليميًا، وساءت أحوال البلاد اجتماعيًا. من هنا بقى هتقوم الحركة الوطنية. هنقول بقى الحركة الوطنية في عهد توفيق، ثم في عهد عباس حلمي. وبإذن الله هنتعرض معاكم للحركة الوطنية بإذن الله في الحلقة القادمة. هنبدأ بإزاي الحركة دي كانت جامدة وواقفة في عهد توفيق، ثم جريت بقى دماء الوطنية في عهد عباس حلمي، ونشوف بقى كفاح مصطفى كامل وكفاح محمد فريد، وإزاي الأمر انتهى بعد كده بقيام ثورة 19. ده اللي احنا هنقوله بإذن الله في الحلقة القادمة. أعزائي، بكده نكون وصلنا معاكم لنهاية شرح درس اليوم في مادة التاريخ الثانوية العامة، وحتى ألتقي بكم في دروس جديدة. لكم مني كل الأمنيات بالتوفيق والنجاح. كان معكم محمود عطية، ولكم تحيات مهندس الصوت محمد عبد الرؤوف، وتحيات محمود سالم.